كابتن اسامه مكملين لقاءاتنا ومن ضمننا نجوم فريق 2003 بالنادي الاهلي واحد النهارده من اللاعبين اللي اجاد وصاحب الهدف الاول عبد الرحمن شريف. عبد الرحمن يعني الف مبروك الهدف، الف مبروك الاداء، والنهارده يمكن كابتن شرف مديك واثق فيكم مديك الثقه، والنهارده انت كنت عند حسن ظنه. طبعا في الاول برحب كابتن اسامه حسني وكل الكباتن اللي في الاستوديو. طبعا يعني كابتن شرف اداني الثقه، وانا ان شاء الله دايما هبقى قد الثقه، وبوعد جمهور النادي الاهلي الموسم دوت البطولة 2003 يعني إن شاء الله. عبد الرحمن، وجود لعيب من زمايلك في الفريق الأول ده الحافز الفترة دي، كابتن شرف بيتكلم معاكم في إيه؟ بيحفزكم إزاي؟ يعني كلمنا عن كل الحاجات دي. طبعا كل واحد نفسه يلعب في الفريق الأول، كل واحد مستني فرصته، يعني كل واحد بيعمل اللي عليه وربنا يعني بيسيب الباقي على ربنا يعني. شكرا عبد الرحمن، وبالتوفيق دايما بإذن الله. مكملين لقاءاتنا كابتن أسامة وصاحب الهدف الرابع وهدف أكثر من رائع يعني علي نادر. يعني علي ألف مبروك الهدف، ألف مبروك الأداء، كلمنا عن مباراة النهاردة ده أكثر من رائع، وكمان المباراة اللي فاتت أمام بلدية المحلة. اولا برحب بالكباتن اللي في الاستوديو، والحمد لله الماتش اتفتح يعني من الاول، جبنا جون ورا الثاني ورا الثالث، فاول شوط خلص 3-0 الحمد لله، قمت انا نازل وقمت جايب جون، فالحمد لله ربنا كرمني. اهم تعليمات كابتن شرف وبيتكلم معاكم في ايه في الفتره دي؟ كفرقه طبعا بيشجعنا دايما قبل الماتشات، قبل الماتشات وقبل الماتش بيوم دايما بنشتغل على التكتيك، وشخصيا اصلا دايما بيكلمني قبل ما انزل بيقول لي العب لعبك وما عليكش اي ضغط، فالحمد لله بيحفزني طبعا قبل كل ماتش. الحوافز والتحفيز والفريق الاول، شايف ان مستر كولر بسم الله ما شاء الله يعني بيدي فرصه كبيره جدا لعدد كبير جدا من القطاع، الحافز ده بيبقى شكله عامل ازاي عليكم ومردوده على الاداء؟ يعني الواحد بيعمل اللي عليه وبيتوكل على الله، وفي الاول وفي الاخر النتائج هي اللي بتسمع فوق، والواحد يعني بالارقام دايما يعني اللعيبه كلها اللي طلعت كلها تستحق انها تطلع، وفي ان شاء الله ناس اكتر باذن الله هتثبت جهودها وهتطلع برضه، فان شاء الله ربنا يكرمنا. شكرا على دايما موافق باذن الله. ختام لقاء من نجوم الفريق كابتن دايما الفريق الاول كتير جدا ميدو نبيل، يعني ميدو الف مبروك النهارده على الفوز والاداء الرائع، كلمنا بقى عن ادائك واداء زمايلك خاصه انك واحد من الناس اقدم الناس في الفرقه وناس يعني شافتك كتير جدا مع الفريق الاول فتره الفتره. الحمد لله على المكسب، انا برحب بالكابتن اسامه الضيف اللي معاه. مكسب مهم بالنسبه لنا، يعني تاني ماتش النهارده ثلاث نقط، خدنا بناخد كل ماتش بماتشه، الماتش اللي فات الاداء ما كانش احسن حاجه، النهارده بناكد على اللي كابتن شرف كلمنا فيه ان احنا لازم ننفذ اللي هو قال لنا عليه في الملعب، فبنحمد ربنا على المكسب وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. ميدو، انت بقى وزمايلك اكيد بتتكلموا مع بعض، انت زي ما قلت لك انت من الناس القديمه في الفرقه، بتتكلموا في ايه الحوافز الدوافع اللي بتتكلموا فيها عشان تجددوا وفاءكم وتحافظوا على البطوله وكمان الهدف الاسمى دعم الفريق الاول؟ يعني احنا بالنسبه لنا اهم حاجه البطوله دي نحافظ عليها، ناكد اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت، تاني حاجه ان كل واحد لما يجي له فرصه يمسك فيها، وان شاء الله لما حد يطلع هياكد يعني اللي مطلوب منه باذن الله. جمهور النادي الاهلي واللي دايما بيتابعكم من خلال شاشه قناه النادي الاهلي تقول له ايه؟ وقطاع الناشئين في النادي الاهلي تقولوا عنه ايه؟ وانتوا يعني مجموعه كبيره جدا من اللعيبه المميزه. يعني بنتمنى ان هم يبقوا في ظهرنا دايما، ان شاء الله القطاع يطلع احسن حاجه موجوده، وبتمنى التوفيق لكل الفريق اللي معايا باذن الله. شكرا يا ميدو، بالتوفيق دايما ان شاء الله. كابتن اسامه، دي كانت لقاءاتنا ودي كانت تغطيتنا لمباراه الاهلي والجونه واللي انتهت بفوز النادي الاهلي 4-0، دايما يا رب النادي الاهلي في انتصاراته ودايما يا رب في بطولات، ويبقى دايما النادي الاهلي رقم واحد. كمان كابتن اسامه اتفضل. بنشكر زميلنا ومراسلنا المتألق دائما محمد توفيق.